فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول: إمام صلى بنا صلاة المغرب وقد تقدم على المأمومين بصفين من موقف. إمام صلى بنا صلاة المغرب وقد تقدم على المأمومين بصفين من موقف المأمومين، يقول: فما حكم ذلك؟ ما في بأس، الصلاة صحيحة، لكن الأفضل أن يكون قريبا من الصف، هذا هو الأفضل، إلا إذا كان هناك سبب لبعده. إذا كان هناك سبب لبعد الإمام فلا بأس، أما إذا كان ما في سبب فيكره أنه يبعد عنه، يكون قريبا منه. نعم.